البداية من اليمن، حيث واصلت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خرقها للهدنة بقصف عشوائي على تعز، أوقع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينما سيطر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على جبل اللدود ثالث جبل مطل على مديرية نهم التي تبعد عن العاصمة صنعاء نحو 40 كيلومترا. يأتي هذا فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا زكريا السعدي. في خرق جديد للهدنة قتل عشرات المدنيين في قصف صاروخي بصواريخ الكاتيوشا نفذته ميليشيات الحوثي على مناطق الأقروض بتعز. وفي محافظة شبوة انسحب المتمردون من منطقتي الصفراء والسليم في مديرية عسيلان إثر معارك مع اللواء 19 التابع للشرعية سقط خلالها قتلى وجرحى من المتمردين. من ناحية أخرى استهدفت طائرات التحالف العربي معسكر النهدين المجاور لدار الرئاسة جنوب صنعاء ومعسكر الاستقبال في ضلاع همدان غربي المحافظة. ما يجري على أرض الواقع الآن، الكل يعلم قرب قوات الشرعية من على حدود صنعاءهم طبعا الآن. وفي السياق قال متحدث باسم الجيش الوطني إن الجيش الوطني والمقاومة اقتربا من العاصمة صنعاء وأنهم على بعد 15 كيلومترا فقط من أطراف المدينة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح. وواصلت قوات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها في مديرية نهم القريبة من صنعاء، وفرضت حصارا محكما على معسكر اللواء 314 الذي تسيطر عليه الميليشيات في منطقة فرضة نهم شرق العاصمة. في 4 أو 5 أيام ستجد أغلب المناطق الجنوبية قد تحررت بدون قتال. اللي يهمنا هو تحرير جميع الأراضي جميع المحافظات من الحوثة. وكانت المقاومة والجيش الوطني سيطرا بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات على منطقة الخانق وجبال اللول ومواقع أخرى بالفرضة بعد السيطرة مسبقا على جبل الصلب. خسائر فادحة يتلقاها الحوثيون وقوات المخلوع صالح على الصعيد السياسي والصعيد العسكري، خصوصا بعدما باتت العاصمة صنعاء قاب قوسين أو أدنى من التحرير. زكريا السعدي لقناة الشارقة عدن. ومعنا عبر الهاتف من عدن الأستاذ الخضر الميساري رئيس منظمة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في عدن. مرحب فيك أستاذ بداية، ودعني أسأل سؤالي الأول مباشرة، هل من الممكن أن تعطينا إحصاء لانتهاكات المتمردين الحوثيين في اليمن منذ بدء الأزمة؟ نعم، مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة. ونحن في منظمة حق عملنا كباحثين ميدانيين على رصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق المدنيين في محافظة عدن، المحافظة المستهدفة من الرصد. وهناك في محافظة لحج ومحافظة ضالع لاحقا سنقوم برصد ما تم انتهاكه او اختراقه للقوانين الدولية. نعم، في احصائية ما تم الوصول اليه، وليس الحصيلة النهائية للقتلى. نعم. 1600 قتيل من مارس حتى 10 أغسطس 2015، 1600 قتيل بينهم من ضمن القتلى للمدنيين 40 طفلا و30 امرأة، وهناك 600 وفاة، حالة وفاة من نتيجة الأمراض الوبائية والتي نجمت عن الحصار الخانق على مدينة عدن في شهر أبريل وماي حتى شهر 6 قبل خروجهم أو قبل دحرهم من محافظة عدن. بالنسبة للأعداد المحتجزين قسريا أو التي تم عرضهم أو اتخاذهم كدروع بشرية في منطقة العند أو قاعدة العند شمال عدن 23 كيلو في محافظة لحج، كان هناك ما تم رصده 1500 من المدنيين التي تم احتجازهم في الطرقات واقتحام منازلهم. ولا نعرف عن مصيرهم، وتم وضعهم في تدريع بشرية التي تستهدفهم من أجل استهدافهم من قبل طائرات قوة التحالف. طيب الأستاذ الخضر، ما هو دور منظمات حقوق الإنسان في اليمن في كشف جرائم وانتهاكات الحوثيين والمخلوع صالح بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء؟ نعم أستاذ الفاضلة، نحن في منظمة حق، وأنا بتكلم عن منظمة حق، منظمة هي تعمل بواقعية ومهنية ميدانيا، والتقينا أو سلمنا
في الماضي في الفترة السابقة لجرائم صالح التي ارتكبها في البنوك في 2011 لمكتب المدعي عام محكمة الجناية الدولية سيد لويس أكامبو وفي العام 2013. ونحن الآن الانتهاكات أو الاجتياح للجنوب اللي تم اجتياحه من قبل ميليشيات تعمل خارج القانون وقوات مسلحة متمردة عن الشرعية الدستورية اليمنية، وعملنا هذه التقارير وسلمناها أنا شخصيا للدكتور الهامي رئيس لجنة حقوق الإنسان في الجامعة العربية، وسلمناها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ونحن الآن بصدد تسليمها إلى محكمة الجنائية الدولية بعد الإتمام رصد وتوثيق الجرائم التي ارتكبت في محافظتي لحج والضالع. نعم. طيب ممكن أن تصف لي الوضع الإنساني في تعز؟ نعم، الوضع الإنساني في محافظة تعز للأسف هناك في تقريبا أنه الأمم المتحدة كمنظمة دولية معنية بهذا الشأن سواء الجرائم المرتكبة أو الحصار الخانق الذي تم الحصار الخانق على محافظة عدن في السابق، والآن هو محكم على محافظة تعز. الأمم المتحدة تتحمل جزء كبير جدا من هذه المسؤولية، ولكن للأسف ونحن كتبنا هذا في تقاريرنا السابقة أن الأمم المتحدة موقفها غامض، وهناك في ازدواجية في المعايير. ولديها إصلاحية كاملة بموجب الميثاق الأمم المتحدة أن تتخذ هناك قوات، يجب أن تكون تابعة للأمم المتحدة أن تنزل وتشرف على المعونات والإرادة وإدخالها إلى المواطنين. هناك تعاني من أوضاع سيئة وصعبة جدا من خلال الحصار. شكرا جزيلا للأستاذ الخضر الميسري رئيس منظمة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في عدن، شكرا جزيلا لك.